أخبار اليوم. حاصلة على بكالوريوس انفورميشن سيستم. قبل ما ادخل المسابقة طبعا كنت بحب الفاشن جدا، ما فيش بنت ما بتحبش الموضة والازياء والميك اب زي اي بنت، بس انا بزيادة شوية الحاجة دي كانت هوايتي. بحب اتابع الموضة وبحب اللبس بشكل عام. لما دخلت المسابقة طبعا بقيت اهتم بالكلام ده ازيد، لان بقى محطوط عليا سبوت لايت، بدأت اهتم بيه ازيد، اتابع اكتر، اشوف ايه اللي بينزل جديد، اشوف ايه الحاجات الجديدة، ايه الموضة الشهر ده، ايه الموضة السنة دي كده. طبعا بجانب طبعا الرياضة، يعني دي حاجة اساسية في يومي، حاجة اساسية في حياتي الرياضة. بصحى من النوم، بفطر، بروح الجيم، برجع، لو عندي شغل بعمله، لو عندي حاجة بعملها، بقعد شوية مع اهلي، اليوم الطبيعي لأي شخص. طبعا اكتسبت من المسابقة الخبرة اللي ما كانتش عندي قبل كده بالقدر اللي انا عليه دلوقتي، ثقتي بنفسي اكتر من الاول، قدرت بقيت دلوقتي قادرة ان انا اقنع الناس بسهولة عكس الاول. دلوقتي عادي اقف على مسرح واوجه رسالتي للناس ايا كانت الرسالة، بعرف ازاي اقنع الناس بده. بقت شخصيتي اقوى من الاول، بقى عندي ثقه في نفسي، عارفه بعمل ايه. ليا يعني كفايه ان انا دلوقتي بقول انا ملكه جمال مصر. كنت بمثل مصر في مسابقه فيها 16 بنت، يعني دي بالنسبه لي حاجه كانت وهميه، وطبعا كل واحد بيكون متوتر في الوقت ده، بس كنت متوتره، بس مجرد ان انا حصلت على اللقب ده كنت مبسوطه جدا ان انا بشرف بلدي، وكنت مبسوطه جدا لما حد بيشوفني بيقول لي ملك انت كنت في المسابقه وكنت بتمثلي مصر واحنا مبسوطين بيكي وكده. بس وده الجانب الاول في شخصيتي، في شخصيه ملك حسن.